أهلا بكم. أفاد مراسلنا باستشهاد شاب فلسطيني ثان برصاص قوات الاحتلال بحجة محاولته دهس 5 جنود إسرائيليين بالقرب من مفرق بيت أمر بمدينة الخليل. هذا واستشهد شاب فلسطيني آخر صباح اليوم برصاص مستوطن إسرائيلي بذريعة تنفيذه عملية دهس شرقي القدس المحتلة. وقالت شرطة الاحتلال إن مستوطنا أطلق النار على الشاب الفلسطيني الذي زعمت أنه نفذ عملية دهس أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين قرب محطة الحافلات في مستوطنة كفار أدوميم. من جهة أخرى أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني بجروح بعد إقدام مستوطنين على طعنه بالقرب من مستوطنة بيتار عليت غربي مدينة بيت لحم.